والله كما شفتوا، السلام عليكم قبل كلش. كما شفتوا الدقيقه الماليه هذه ماشي كيش تقدر تعمل تلعب بوديوم وانت ما تحب ولا تكره فوتبول. دوكا اي امكانيات ماديه باش تونسيني لي ماتش هكا. نظن انه بسبب مجموعه اللي عندنا، وان عندنا مجموعه تخدم وزيد نطبقوا التعليمات تاع المدرب، وان شاء الله ان شاء الله مازال ما نقولكش لعبوا البوديوم، لعبوا ماتش بار ماتش، واذا جات مرحبا بها، واذا ما جاتش حنا ما لناش الهدف تاعنا ماشي البوديوم. وان شاء الله كما قال الشيخ ان شاء الله نشوفوا ليكيب هذه، لان يتقدم في مباريات مليحه ان شاء الله مليحه، وين بالك كما قلت الناس عندها شركات وقدام تحتك في الترتيب. ان شاء الله يشوفوا فينا، ولما لا نقدموا اكثر من هذا المردود ان شاء الله. تابعوا تغطية خاصة لكأس إفريقيا عبر حسابات المرمى سبورت.